أول شكل النضال أننا مستمرون فيها ومنضبطون لإرادة المعطلين والمعطلات في التعبير عن مطالبنا العادلة والمشروعة. نقول ونوجه رسالاتنا وخطابنا المباشر إلى أولا عامل عمالة إقليم حسيمة باعتباره أول مسؤول على المستوى الإقليمي. نوجه كذلك رسالتنا الواضحة والمباشرة إلى رئيس المجلس الإقليمي باعتباره رئيس منتخب أو مجلس منتخب من اختصاصاته وصلاحياته تدبير شؤون الإقليم. نوجه كذلك رسالتنا الواضحة والمباشرة إلى رئيس مجلس جهة طنجة طوال الحسيمة باعتباره كذلك رئيس منتخب من صلاحياته واختصاصاته تدبير مصالح وشؤون العباد والبلاد. وكذلك نوجه رسالتنا الضمنية والصريحة إلى رؤساء المجالس المحلية على مستويات على المستوى الإقليمي. مفاد هذه الرسالة ومفاد هذا الخطاب ومضمونه أننا نطالب من داخل الجمعية الوطنية بحوار جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلب للجمعية الوطنية، لأنه فيما سبق ودائما نكرر هذا الكلام وهي حقيقة تفقأ العين، حقيقة لا مفر منها، أنه في سالف الأيام أو في سابق الأيام كنا في حوار مفتوح مع هذا المسؤولين الذين ذكرتهم، وقد تم خلال هذا الحوار إعطاء وعود للمعطلين على أساس إيجاد حلول وتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة التي تتقدمها مطلوب الحق في الشغل القار والتنظيم ضمن أسلاك الوظيفة العمومية بدون قيد أو شرط. إذن هذا المطلوب هو مطلوب يجب تنفيذه بدون قيد أو شرط في غياب هذا الحوار، لأنه تينا بزاف الملتمسات. هذه العمالة أصبحنا نعرف دواليزها ونعرف مسؤوليها جيدا ويعرفوننا. بزاف الملتمسات حطينا لدى كتابة الضبط ولدى قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، بزاف الملتمسات الحوار حطينا لدى رئيس المجلس الإقليمي، وبزاف الملتمسات الحوار حطينا لدى رئيس مجلس الجهة، إلا أنه لا إجابة في هذا الاتجاه غير إجابة الرئيس مجلس الجهة الذي أجرينا معه آخر حوار في الأسابيع القليلة الماضية، وتم طبعا التوصل إلى ما توصلنا إليه. إذن المعركة ديالنا غتستمر حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. قاعد الناس اللي دايرين بنا واللي كيحاولوا ما أمكن أنه غيديو التقرير ديال هاد الوقفة الاحتجاجية، غيديو هاد الخلاصة. أنا غنقول يعني كجمعية من داخل الجمعية الوطنية نحن من سيضعوا هذه الخلاصة اللي غتضمن في التقرير هذا اللي غيتقدم الجهات المسؤولة. المعطلين يطالبون بحوار عاجل وتنفيذ كافة المطالب أو الوعود والمطالب ضمن الملف المطلوب. إلا ما كانش هذا الحوار وما كانش هذا التنفيذ ديال هذه الوعود، نحن مستمرون في معركتنا الإقليمية ومستمرون في احتجاجاتنا العادلة الواعية والمنظمة والمشروعة باعتبار شرعية مطالبنا، لأنه احنا كما كنقولوا دائما وهذا الشيء يشهد عليه القاصي والدالي وتشهد عليه حقيقة الميادين في هذا الإقليم، على أنه ما كنسبوا لا في فوضى ولا في إزعاج ولا في إخلال بالأمن العام ولا ما شابه من هذه النكت التي يحاول من خلالها المخزون النظام أن يحتوي أي حركة احتجاجية خارجة عن المسار الذي يبتغي. وباش ما تلقيش شكل نضالي واعي ومنظم إلا هو تأتي
طبعا ياتي النظام المسؤولين، لا سواء مسؤولي الاجهزه الاقناعيه ولا مسؤولي السلطات المحليه، ويقول لك ناخذ الديره الامن العام والسلامه والامن الدوله الى اخره. نحن بريئين براءة الذئب من دم يوسف من هذه الاقاويل الباطله. اذا تحيه نضاليه من جديد من داخل الجبعه الوطنيه، ونواصل معركتنا الاقليميه الى حين تحقيق كافه مطالبنا العادله والمشروعه. ومن هذا الموقع وكما عبرنا على ذلك سالفا ومباشره بعد اصدار الاحكام القاسيه والغير القانونيه في حق معتقلي شباب من هذه المنطقه، خرجوا للتعبير طبعا عن غضبهم وعن سخطهم من هذه السياسات التي نحن جزء منها، يعني نحن ضحايا منها، الى جانب هذا الشباب نطالب باطلاق الفوري والعاجل لكافه المعتقلين السياسيين، ونتضامن تضامنا مبدئيا ولا مشروطا مع عائلاتهم المكلومه، مع زوجاتهم وابنائهم وامهاتهم وابائهم، ونعبر من جديد على اننا جزء لا يتجزا من اي حركه احتجاجيه مطلبيه ذات مطالب اجتماعيه واقتصاديه عادله ومشروعه، وبالنفس النضالي الواعي والمنظم على قاعده النضال الجماهيري الديمقراطي العام. هذه هي مبادئنا في النضال، اللي هي مبادئ طبعا سياسيه وحضاريه راقيه، اللي بغى يلتقط هذه الاشارات غيلتقطها طبعا، ومن لم يريد فان الساحه والميدان امامنا، وفي انتظار اشكالنا النضاليه المقبله نحييكم تحيه النضال الصمود وعلى درب الشهداء.